من أيام قليلة خرجت منظمة الصحة العالمية بتحذيرات كبيرة جدا، وده بسبب ثلاث أنواع من حقن السكر المشهورة جدا في الولايات المتحدة الأمريكية، واللي بدأت تغزو كل أسواق العالم وخصوصا منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة الأخيرة. ومنهم طبعا حقنة المونجارو. والفكرة هنا أنه تحذيرات منظمة الصحة العالمية ما كانتش بسبب أنه هل الحقنة دي ليها أثار جانبية ولا لا، ولكن التحذيرات دي كانت لسبب أخطر بكتير، وهو أنه الثلاث أنواع دول منتشرين بشكل مخشوش في الأسواق بقالهم سنتين. بمعنى أصح، الحقن دي حقن مجهولة المصدر، وده على الرغم من أن في نوع معين منها بدأ يستخدم مؤخرا في أكتر من بلد بشكل كبير جدا، وبيتم الترويج ليها على أنها الحل السحري لأزمة السمنة. وده اللي يخلينا قدام سؤال مهم جدا، هل حقنة عقار المونجارو واللي بتباع في أمريكا وأوروبا وبدأت تدخل أسواق كتيرة قوي، إيه أثارها الجانبية على اللي بيستخدموها للتخسيس؟ والسؤال الأهم، إزاي نقدر نعرف إنه الحقن دي سليمة ومش مخشوشة زي ما منظمة الصحة العالمية حذرت؟ وهو ده اللي هنعرفه دلوقتي مع الدكتورة نيلي شمس، استشاري التغذية العلاجية والصحة العامة. إزيك يا دكتور؟ أهلا وسهلا. في البداية كنت عايزة أعرف من حضرتك طبعا قصة حقنة المونجارو اللي كل الناس دلوقتي بقت تستخدمها في التخسيس، إيه رأي حضرتك في اللي بيحصل دلوقتي؟ حضرتك عارفة كويس قوي إن موضوع السمنة ده منتشر جدا، وصل فوق 800 مليون شخص على مستوى العالم، فطبيعي كل يوم يظهر جديد كترند في موضوع التخسيس ده. تمام. من الحاجات اللي ظاهرة في القصة دي هو أدوية السكر، والموضوع ده بقاله فترة، انه ادويه السكر اللي بتتاخد لمرضى السكري واللي بتساعد على نزول وزنهم كمرضى سكر ممكن تؤدي كعرض جانبي الى الحساسيه. فابتدوا يعني السوق بتاع الدايت يستخدم ادويه السكر دي على انها حاجه ينفع ان احنا نخس بيها. للاسف ده سوء استخدام خطير، لانه مش المفروض حد مش مريض سكري يستخدمها. الموضوع بقى تطور الى ان وصلنا للمونجو. لو ببساطه كده هنقول المونجارو دي عباره عن ايه؟ ده دواء من ادويه السكر، ادويه السكر المفروض بيستخدمها مريض السكر الدكاتره بتوع السكري علشان السكر بتاع الجسم يتظبط. هي عباره عن مادتين بنسموهم انكريتنز، والمادتين دول ليهم تاثيرين في الجسم. التاثير الاولاني هو انه بيحفز الافراز بتاع الانسولين في الدم، وبالتالي بيظبط سكر الدم. والتاثير الثاني ان هو ليه تاثير جانبي او عرض جانبي للمعده، يعني بيبطئ الخروج بتاع الاكل من المعده. ومن هنا بقى ابتدى المونجارو اللي موجود في الاسواق كدواء سكر يستخدم كدواء مضاد للسمنه، لكن هو غير مصرح بيه جوه مصر ان هو دواء مضاد للسمنه.